لجنة المسابقات لاتحاد كرة السلة أعلنت خلاص ميعاد قرعة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الحالي 2020-2021. القرعة تتعمل يوم السبت 21 نوفمبر بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر. قرعة السيدات هتكون الساعة 1 الظهر، أما بقى قرعة الرجال فهتكون الساعة 2 الظهر بإذن الله، وهتكون مصاريف الاشتراك في البطولة 5000 جنيه، ولازم يحضر مندوب بقى مفوض من النادي بجواب رسمي علشان يحضر القرعة إن شاء الله. كل التوفيق طبعا لكل الفرق المشاركة إن شاء الله في كأس مصر.